رعاية حكومية وخاصة حرصت على إقامة ودعم الملتقى الثاني للمشاريع الصغيرة الناجحة بإقامة ورش العمل المختلفة ممن خاض التجربة وسطر النجاح بها. أتمنى أن نقدم لكم شيء مميز اليوم وأن تستفيدون وتستمتعون مع ضيوفنا، فخلكم معنا مع مجموعة مميزة من الأشخاص اللي نجحوا بحياتهم ورفعوا اسم الكويت عالي وكذلك وصلوا إلى مستوى العالمية وبالأساس وصلوا إلى الخليج. وأختم كلامي بسؤال، هل ضيوفنا أشخاص فعلاً عندهم الخبرات والتجارب اللي خلتهم فعلاً مميزين في مجال المشاريع الصغيرة؟ راح أقول لكم كل ثقة نعم. شباب المشاريع الناجحة والذين تغلبوا على جميع الصعاب لهذه المشاريع أكدوا على أهمية الاستمرار في العمل وعدم اليأس حتى الوصول إلى الهدف الأساسي. احنا اليوم في ملتقى نجاح المشاريع الصغيرة، الهدف ان احنا نبادلكم خبراتنا وان شاء الله يا رب الشباب يستفيدون. تقريبا ما شاء الله مشروعنا بنكمل 7 إلى 8 سنين، فعندنا تجارب بدنا نشارككم فيها اليوم. الهدف من الملتقى طبعا ان نمكن الشباب ان يروحون حق مشاريعهم الخاصة، ان يبذلون الجهد ان يروحون حق الخطوة الثانية، اعتمادهم على النفس طبعا بشكل عام، ويعطون خبره يعني يزيدون خبرتهم هنا في المشاريع هذه بناء على الخبره اللي احنا كسبناها بالفترات اللي فاتت. هذا الملتقى يتاح لنا الفرصه ان ننقل خبراتنا للشباب وتجاربنا في العمل الميداني والعمل الحر، وننصحهم من خلال تجاربنا ومشاركه نجاحاتنا مع بعض، وتحفيز للشباب ل البدء في مشروعهم، البدء في خوض تجارب، عدم الخوف لخوض هذه التحديات. رهان رابح بلا شك متى ما راهنت على الشباب، خاصة في المشاريع التجارية التي تنبع من أفكارهم كونهم ممن يلامس هذه المشاريع بشكل مباشر. لتلفزيون المجلس، رياض العبادي.